صباح الخير عليك يا هبة، وهبدأ معاكي من خبر نقل شركة سيمنز الألمانية تجربتها الناجحة في مصر إلى العراق. كيف ستساهم هذه التجربة في دعم قطاع الطاقة العراقي؟ صباح الخير عليك يا أكيد يا نهى، صباح الخير على كل مشاهدين قناة القاهرة الأخبارية من العاصمة العراقية أكيد بغداد. برنامج صباح جديد مثل ما قلت هي اليوم هنالك هذه شركة سيمنز اللي هي معروفة عليها بالطاقة ونقل تجربتها من مصر الناجحة إلى العراق، حيث أيضا كشفت هذه الشركة سيمنز الألمانية للطاقة عن إمكانية الاستفادة من تجربتها من مصر إلى إلى العراق وتطبيقها بما يتناسب أكيد مع القوانين والشروعات والأوضاع أكيد الراهنة في العراق. وبينت أيضا أن هذه الشركة العملاقة الألمانية الاتفاقيات مع العراق وتتضمن أيضا إنشاء محطات كهربائية واعتمادها على الغاز المصاحب بنسمة 2000 ميجا وات، وحيث أن هذه الشركة سيمنز بعد توقيع اتفاقيات مع العراق وأيضا قبل أسابيع ماضية عند زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني وأيضا الوفد المرافق له، تمت هذه الاتفاقية ومذكرة تفاهم، وأيضا ستقوم بأسرع وقت ممكن لتطبيقها على أرض الواقع بعد نجاحها في مصر وفي العديد من الدول العالم وتطبيقها بالقوانين والشروع وسوف يتم استكمال هذه العقود وتطبيقها في أقصى وقت ممكن، وهي تتم في المرحلة الثانية من هذه الاتفاقيات. وبعد أن معانا به العراقيون من أزمة الطاقة وخصوصا أزمة الكهرباء وخصوصا في الفصل الصيف اللاهب الذي يعاني من منعته العراقيين بسبب انقطاع كبير في عدد الساعات من الطاقة الكهربائية والاعتماد أغلب العراقيين على المولدات الخاصة، فشركة سيمنز راح تتم هذا المشروع بأسرع وقت ممكن مع أيضا مع الحكومة العراقية باتفاقيات جديدة ومحطات جديدة في عموم محافظات العراقية. يا نهى، نعم.